لا إله إلا الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وصححه الألباني. فالحكمة في هذه التسوية تآلف القلوب والأرواح المفضي إلى حصول المودة والتراحم وإظهار تكاتف المسلمين كالبنيان المرصوص.